نسلط الضوء أكثر حول هذا الشأن مع ضيفنا من الجزائر الدكتور ألبرت فرحات، صحفي مختص بشؤون الإرهاب. دكتور ألبرت مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة. بادئ ذي بدء، يعني مرة تلو الأخرى يتبين مدى العمق والتدخل التركي الذي يتبين في كل مرة بشكل أكثر في رمي سهام الإرهاب وتغذيته نحو الأراضي السورية في شكل جلي أمام المجتمع الدولي. نعم فعلا، الآن بدأت الأمور تتضح أكثر بكوننا نستطيع الحصول الآن على أدلة معنوية ومادية من أجهزة مخابرات أوروبية تحديدا، لكن أيضا هناك في السابق المخابرات الألمانية تاني أيضا وثقت كيفية إمداد المخابرات التركية لعناصر إرهابية متطرفة بجوازات سفر وغيرها من المعطيات. الآن بدأنا بالوصول إلى أدلة تتعلق بالجانب المالي، كيف تقوم مجموعات تونسية مقيمة في إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية بجمع وتحويل الأموال من أجل تصدير الإرهاب إلى سوريا والعراق. هذه الحقيقة تركيا كانت وما زالت القاعدة الخلفية لكل هذه الحركات، وحتى أن عملية ابتزاز تركيا للدول الأوروبية من خلال فتح أبواب الهجرة الكثيفة المكثفة في السنوات الماضية وإرسال من خلال هذه الموجات للمهاجرين عناصر إرهابية التي قامت بعمليات مست أوروبا في قلبها، وما عمليات باريس 2015 كانت حاضرة وما زالت في أذهاننا. مصدر هؤلاء الإرهابيين كان تركيا، صعودهم وخروجهم من تركيا كان بتهيئة ومساعدة الشرطة التركية حيث اجتازوا الحدود باتجاه اليونان، ومن هناك تعرفون خط هؤلاء الإرهابيون. بالعودة لما ذكر في التقرير، هناك العديد من الخلايا التي تعمل في أوروبا مركزها ارتكازها تعتبر المدن الكبرى التركية التي تشرف عليها المخابرات التركية بشكل مباشر. نعم طيب، الشمس لا تغطى بالغربال هكذا بالغربال. نعم فعلا. طيب فعلا. ما الجديد الذي من الممكن اتخاذه بحق تركيا بعد كثرة الأدلة ضدها بدعم الإرهاب؟ هذا هو الأمر الذي طرح وما زال عقب عمليات نوفمبر ومجلة شارلي إبدو في فرنسا قبل سنوات من الآن. الفكرة كانت على أساس أن توحد الجهود الأوروبية من أجل مواجهة تركيا وتحذير تركيا من قيامها بهذا العمل. طيب أنا العفو للمقاطعة دكتور ألبرت، هذا السؤال نسأله دوما بكثرة وحتى الآن لا يوجد إجابة واضحة بشكل منطقي وموضوعي. سوف أقول لك منطقيا وبكل صراحة هذا الذي نبغاه، لما غض الطرف الأوروبي وحتى المجتمع الدولي عن دعم تركيا للإرهاب؟ نعم سوف أذكر المثال الألماني هنا. ألمانيا لديها تخوف كبير من الجالية التركية، أبناء الجالية التركية المقيمة على أراضيها، يعني أن إذا قامت حكومة أردوغان بالضغط على هؤلاء أعضاء الجالية التركية المقيمة في ألمانيا وتحريكهم من أجل القيام بمظاهرات وعمليات شغب، الحكومة الألمانية ستحرج حرجا كبيرا، علما أننا محرجون في أوروبا من ظاهرة اسمها ظاهرة صعود اليمين المتطرف. في فرنسا أيضا نفس الأمر، الجاليات المسلمة والحركات الإسلامية ما يسمى بين قوسين المعتدلة التي تدين بالولاء لتركيا أيضا تستطيع أحداث شغب وقلقلة اجتماعية. والمثال الأدق والأقرب للواقع حاليا ما حدث في لبنان قبل يومين أو ثلاثة، تصريح لرئيس الجمهورية حول
الحقبة العثمانية أثار ما أثار من مشاكل في مدينة طرابلس شمال لبنان ومظاهرات مؤيدة لتركيا. هذا هو الخوف الأساسي لدى الدول العربية، الخوف له له رادع بسيط، لأننا نعيش في حالة من الفوضى والحروب المستمرة، بينما أوروبا لا تتحمل ديمقراطياتها هكذا أعمال وهكذا تصرف. طيب هذا ما سمح به الوقت، شكرا جزيلا لكم من الجزائر الدكتور ألبرت فرحات صحفي مختص في شؤون الإرهاب.